هبتدي بإذن الله شرح أول فيديو في الفاسكولر، هو Arterial Blood Pressure، ضغط الدم. في البداية عايزين نتخيل شكل البلود فيسل بيبقى ازاي علشان نشوف البلود بريشر هيحصل ازاي. في البداية لازم تكون عارف ان البلود بيعمل ضغط جانبي باتجاه الاسهم على الفيسل الاول. يبقى البلود بريشر كديفينيشن معناها هو lateral pressure of the blood on the vessel wall، وده مهم جدا نبقى عارفينه. على فكرة الـ definition of blood pressure تقراه من الآخر للأول، pressure of blood on the arterial wall، بس قبل كلمة pressure لازم تقولي lateral pressure. أهو ده الديفينيشن من الآخر إلى الأول. طب عايزين نتكلم على أعلى ضغط وأقل ضغط، ده بيكون إزاي؟ لو إحنا جينا نتخيل إن ده الهارت، وقلنا إن الهارت pump البلد في الرابيد إيجكشن أو الماكسيمم إيجكشن إلى الأورطة، أهو دايماً الهارت بيضخ معظم الدم في الماكسيمم ايجكشن، يعني 70% of stroke volume بتبقى ايجكتد في فيز 3 في الكاردياك سايكل اللي هو ماكسيمم ايجكشن. علشان كده ضغط الاورطة بيعلى جدا يوصل ل 120، ورسمناها في البريشر فوليوم لوب اوف كاردياك سايكل. يبقى اول ديفينيشن مهم بالنسبه لنا سيستوليك بريشر. يعني ايه كلمه سيستوليك؟ سيستوليك هو اعلى ضغط في الاورطه اثناء الماكسيمم ايجكشن فيز، يبقى هتقول لي هايست بريشر، وده مهم قوي نكون عارفينه. السيستوليك بريشر بيبقى ليه رينج يتراوح من 100 الى 140 مليمتر ميركوري، تمام؟ طب الافريج بتاعه بيبقى في النص، هنجمع 100 زائد 140 على 2 يبقى 120 مليمتر ميركوري، هو ده متوسط السيستوليك بريشر. طيب الديفينيشن التاني، زي ما في اعلى ضغط اكيد في اقل ضغط. اقل ضغط لما البلد بيسيب الاورطة ويروح للتيشوز، دايما البلد بيحاول يتحرك، هنا راح للتيشوز، يبقى شيء طبيعي البلد اللي بقى في الأورطة بيقل. طب ليه يا دكتور قلت أثناء الدايستول؟ لما الفنتريكل بيملى بالبلد الأورطة بالإلاستيك ريكويل والإلاستيك فايبرز بتعصر نفسها علشان توزع الدم لبقية الفيسلز اللي محتاجاه، ده شيء طبيعي لان في الدايستول هيتقفل الاورتيك فالف، انا مش هدي دم للاورطة. والنهاردة هنقول اهمية الالاستيك فايبرز في الفيسل وول، يبقى ده دايستوليك. والدايستوليك هو اقل ضغط، lowest pressure في الأورطة. طيب during left ventricular relaxation أو filling، زي ما السيستول ليه رينج، الدايستول كمان ليه مدى من 60 إلى 90 مليمتر
ميركوري. طب يا ترى الافريج كام؟ الافريج يساوي 80 مليمتر ميركوري. ده الاي تي بتاعي وهو ده الافريج متوسط الضغط. علشان كده تلاقي الناس اللي بتقيس الضغط كافريج يقول لك 120 على 80. هو مش شرط 120 على 80، هو ممكن يبقى 110 على 70، او ممكن يبقى 100 على 70، او ممكن يبقى 130 على 80. طب يا دكتور الارقام الكتيرة اللي انت قلتها انت عايز توضح لنا فكرة ايه؟ ان ممكن الفرق بين اعلى واقل ضغط هنا يبقى 40، او ممكن الفرق بين اعلى واقل يبقى 30 او 50. يبقى اذا الفرق يتراوح من 30 مليمتر مركري او 40 او 50. طيب اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده اسمه ايه؟ هو ده الديفينيشن التالت النهاردة، اسمه بالس بريشر. وتعالوا نفهم المعنى. فرق الضغط بين السيستول والدايستول اللي هو بريشر جريدينت هو اللي خلى الدم يتحرك من الأورطة الى البريكيال ارتري الى الراديال ارتري. وطالما وصل الدم الى الراديال انا قلت بيعمل بريشر ويف، زي موجة اهتزازية في الفيسل وول. دي اللي انت بتحسها في صورة بالس او نبض. فاكر في فيديو البالس انا قلت لك ايه؟ قلت لك في ويف، في موجة بحر. البريشر ويف اللي انا رسمها بتعمل هزة في الوول اوف ذا راديال ارتري، فانت بتحسها كنبض. ان سرعة الموجة دي 6 متر بير سكند، ولكن سرعة الدم اللي ماشي في الفيسل نص متر في الثانية. انا بحس الاسرع اللي هو 6 متر، مش بحس الدم اللي ماشي في الارتري، لا ما بحسوش. يبقى البلس بريشر يساوي ايه؟ يساوي السيستوليك ماينس الدايستوليك. الاعلى هو السيستول والاقل هو الدايستول. طيب يعني لازم لما البلس بريشر يزيد لازم السيستول يزيد او الدايستول يقل، يبقى الفرق ما بيننا بقى عالي. من واقع الارقام اللي موجودة الفرق يتراوح من 30 الى 50، ده البلس بريشر. والافرج ما بيننا 40، لانك لو جمعت 30 بلس 50 تبقى 80 على 2 40. البلس بريشر برضو تعريفه من الاخر للاول زي الارتيريال بلاد بريشر. اعرفه ازاي؟ هو البريشر ديفرنس which causes pulse sensation. فرق الضغط هو اللي ادى ان الدم يتحرك من ضغط عالي الى اقل، فعمل الويف الموجة اللي احنا شايفينها دي اسمها بريشر ويف، وده مهم جدا. كده احنا قلنا ثلاثة ديفينيشن: سيستوليك دايستوليك بالس بريشر. الديفينيشن الرابع المهم: متوسط ضغط الدم في الأورطة كام؟ طلبة كتير هتقول الأفريج أنا هجمع سيستول زائد دايستول على 2. أقول له لأ،
عمرك ما تعمل كده. ليه؟ السيستول حصل في مدة 0.3 سكند، تقول لي اه، والدايستول في مدة اكبر 0.5 سكند. ازاي اجمع سيستول زائد دايستول على اختلاف مدتهم في الكاردياك سايكل واقول لك على 2؟ يبقى الكلام ده غلط تماما. يبقى انا لا عايز اقوله ان المين ارتيريال بريشر، مين يعني متوسط، ارتيريال اللي هو شريان، متوسط ضغط الشريان لا يتحدد بهذه الطريقه. على فكره مين ارتيريال بريشر اختصارها اول حرف من كل كلمه ماب، ام اي بي. طب يا دكتور ازاي احدد متوسط الضغط؟ تحدد متوسط الضغط بالمعادله دي، هقول لك على طريقه اثباتها علشان تبقى فاهمها كويس قبل ما نقول الايكويشن النهائي. المين ارتيريال بريشر يساوي ايه؟ خلي بالك في الكاردياك سايكل انا عندي سيستول اللي هو اس مدته 3 من 10 ثانية، هتقول لي ماشي، وعندي الدايستول 0.5 يعني تقريبا الضعف. يبقى دي اهو دايستول ودايستول، انا عندي مدتين دايستول كأن هما مدتين، خلي بالك، يبقى دي دايستول وادي دايستول والاتنين زائد بعض بنص ثانية. انا اقول لك هعتبرهم كأن هما 0.6 سكند. زمان في المدرسة قالوا لنا علشان تعمل مين اللي هي افريج متوسط اجمع واقسم على العدد. طب ما ده اللي هعمله، سيستول زائد مدة دايستول اولى زائد مدة دايستول تانية واقسم على عدد المدد التايم انترفلز على 3. طيب الكلام ده كويس جدا، بس يا دكتور انا عايز اعرف علاقة المين ارتيريال بريشر بالبالس بريشر، والبالس بريشر مش مكتوب في المعادلة، لكن اقدر اجيبه ازاي؟ بما اني البالس بريشر اللي لسه قايله يساوي سيستول ماينس الدايستول، يبقى انا هاخد السيستول في المعادلة واعوض عنه. يبقى اذا السيستول الاس يساوي ايه؟ وادي دي الناحية التانية، يبقى بالس بريشر زائد الدايستول. ده مهم قوي، هاجي باللي انا توصلت اليه وبعلم عليه اهو السيستول واحطه في المعادله، هشيل الاس اللي موجوده فوق واحط اللي انا قدرت اجيبه. يبقى المين ارتيريال بريشر يساوي بالس بريشر اللي انت قلت عليه زائد دايستول، ده انا بتكلم على الاس السيستول، زائد دي زائد دي اللي هو 2 دايستول على 3. هتقول لي ماشي، انا ملاحظ حاجة، دايستول زائد 2 دايستول يبقى المجموع 3 دايستول. هتقول لي ماشي، طب التلاتة دايستول مقسومين على 3، 3 على 3 1 يبقى 1 دايستول، وبالس بريشر على 3 يبقى تلت البالس بريشر. هو ده القانون النهائي المين ارتيريال بريشر. اقولها تاني، عملتها ازاي؟ البالس بريشر زائد الدايستول على 3، فعملت ايه؟ خدت البالس بريشر لوحده وقسمته على 3،
يبقى تلت بالس بريشر، وعندي تلاتة دايستول قسمتهم على تلاتة، كأني عملت ديستريبيوشن، توزيع في التقسيمة. يبقى في النهاية المين ارتيريال بريشر يا دكتور كام؟ اقول لك كام. تلت البالس بريشر. هو البالس بريشر كافريج كام؟ هتقول لي 40، 120 ناقص 80، يبقى الفرق 40. تلت ال40 زائد الدايستول اللي بيبقى 80. تلت ال40 كام؟ 13 وشوية، 13 اهي، زائد 80 يبقى في النهاية يساوي 93 مليمتر مركري. خلي بالك الرقم ده مهم جدا الفيديو اللي جاي، لان انا الفيديو اللي جاي هقول لك عايزين ننظم ضغط الدم. تقول لي الريجوليشن يعتمد على المين ارتيريال بريشر، وده مهم قوي. انت ما بتنظمش سيستول لوحده او دايستول لوحده، انت بتنظم افريج ارتيريال بريشر. يبقى انا لغايه دلوقتي عرفت ديفاين ارتيريال بريشر بالعكس، واربع تعريفات كمان، سيستوليك دايستوليك، وقلت الرينج والافريج لكل واحده فيهم، والبالس بريشر، والرابع مين ارتيريال بريشر. ده العنوان الاول ديفينيشنز. الجزئيه الثانيه في قياس الضغط، في الضغط لازم اتكلم عليها فيسيولوجيكال فاريشنز. ايه اللي يغير ضغط الدم طبيعي؟ ده مهم قوي على فكره. يعني انا دلوقتي كنورمال بيرسون ضغط الدم بتاعي يتغير ليه؟ هنتكلم على فاكتورز مهمه جدا. خلي بالك كل كلامي فيسيولوجيكال variations، امتى يقل وامتى يزيد. اول فاكتور عندي هو الايدج، السن، وهقول لكم على ارقام مش حفظ، للمعلومات مهم قوي، بس انا يهمني اعرف المغزى. النيو بورن البيبي اللي لسه مولود بيبقى السيستول بتاعه 80 اعلى حاجة، واقل حاجة دايستول 40. دايما الرقم اللي فوق هو السيستول هو العالي، واللي تحت هو الدايستول. لما جينا كبرنا بقينا ادلت، لقينا ان احنا 120 على 80، ده الادلت الانسان البالغ الناضج هو كده ماشي. لما جينا عجزنا اولد ايج، لقينا ان الضغط عالي 150 على 90. كل ما تكبر كل ما الالاستيسيتي اوف ارتريز بتقل. وهنقول النهارده ايه علاقه الالاستيسيتي بالسيستول والدايستول. خلي بالك 150 ده ضغط طبيعي بالنسبة لسنه، وده مهم قوي نبقى احنا واخدين بالنا منه. طب يا دكتور البيبي اللي لسه مولود ضغطه قليل ليه؟ لانه عنده فيجل تون. الفيجس عارفين ان هو نيجاتيف كورونو تروبيك ونيجاتيف اينو تروبيك، فده بيقلل السيستول والدايستول. طيب ده نمبر 1 هو الايج. تاني حاجة السكس. المعروف ان ضغط الميلز اعلى من الفيميلز. الفيميل ربنا حماها بهرمون الاستروجين، والهرمون ده على فكرة بيمنع الاثروسكليروزس او تصلب الشرايين. بس خلي بالك القاعدة دي
مش مستمرة طول العمر. في فترة معينة في حياة الست اسمها مينوبوز. مينوبوز اللي هو توقف الدورة الشهرية أو سن اليأس. عشان كده أقول لك القانون ده يمشي لغاية ما قبل المينوبوز، لأن أول ما سن اليأس يجي لها ويتوقف الدورة الشهرية سن 45 سنة، ما بقاش عندها إيستروجين بيحميها من ارتفاع الضغط العالي. الفاكتور التالت هو الريس. الريس اللي هو الجنس البشري، آسيويين، أفارقة، أوروبيين. على فكرة الضغط الدم في الأوروبيين أعلى ما يمكن، لأنهم مدن صناعية، دول متقدمة، عندهم المنافسة عالية جدا، ودايما الاسترس يخلي السيمباثاتيك يشتغل، والسيمباثاتيك بيعلي الضغط لأنه بيزود الفينس ريتيرن ويزود الإند دايستوليك فوليوم، فيزيد الكاردياك اوت بوت فيزيد ضغط الدم. وهنثبت الكلام ده النهارده. تمام. رابع فاكتور مهم قوي هو البادي بيلت، بنيان الجسدي، مهم بيأثر في ضغط الدم. خامس فاكتور بحرف الاي، خامس وسادس، هنتكلم على ايموشنز واكسرسايز، وده لسه قايلينه تأثير السيمباثاتيك. سابع فاكتور سليب. احنا كل الفاكتورز اللي فاتت بنشوف التغيير في الايدج، في السكس، في الريس. طب في النوم، النوم ده يحمل معنيين، يا اما نايم وما بتحلمش او احلامك عاديه، بارا سيمباثاتيك شغال اللي هو الفيجاس فبيقلل ضغط الدم. طب انا لو بحلم حلم مثير، حد بيجري ورايا عايز يقتلني، او بحلم بامتحان بكره، حاجه تخليني اتوتر، سيمباثاتيك شغال فضربات القلب تزيد فضغط الدم هيزيد. دول سبعة. تامن فاكتور هقوله لوحده، لأن هو تامن فاكتور ده عايز شرح مع الرسم. يبقى أنا كده قلت age, sex, race, body build, emotions و exercise و sleep. دول السبعة بتوعي. طيب نيجي نتكلم على التامن، علاقة النفس بالضغط او الضغط بالنفس. هو انا لما اخد انسبيريشن يا ترى ضغطي يعلى ولا لا؟ يبقى هتكلم على انسبيريشن، ايه اللي هيحصل وهتشوفوا الفكره ماشيه ازاي. اثناء التنفس اللنج اهي، وده اللي تشيست وول. اثناء النفس بيبقى فيه ضغط قليل في البلورا. ليه؟ لان الانسبيريشن بدا بزياده الثوراسيك دايمنشنز، الثوركس كفوليوم زاد في كل الابعاد، ودي قلتها في فيديو الريسبيريشن قبل كده. فلما يزيد المساحه اكيد الضغط في الثوركس يقل، فده اسمه نيجاتيف انترا بلورال بريشر، ضغط قليل في البلورا. شرحت الكلام ده بالتفاصيل في فيديو في القناة ميكانيزم اوف انسبيريشن. طب تمام، دايما البلورا بيكون حواليها فينز اللي انا رسمها دي بالاحمر. دايما لما يكون فين حواليه ضغط قليل ضغطه كمان بيقل، يبقى نيجاتيف بلورال فينس بريشر، الضغط قليل الضغط بيقل في البلورال
veins. هتقول لي ماشي، وكمان هيقل في مين؟ الهارت اهو، وكلنا شبكة متصلة ببعض. مين الفين اللي مستني يتصب فيه اكسجينيتد بلد؟ هو اربعة بالموناري فينز اهو، ده البالموناري فينز بتاعتنا. عشان كده اثناء الانسبيريشن بيحصل ايه؟ كتتابع يزيد البالموناري كاباسيتي، سعة الرئة زادت، ولما زادت يعني الضغط في الرئة هيقل، فحصل فازو دايلاتيشن للبالموناري ارتري. بالموناري ارتري وسع. هتقول لي الله، طب ما هو البالموناري ارتري لو جينا رسمناه خارج من الرايت فينتريكل، لما ده هيوسع شيء طبيعي يبقى البريشر اللي فيه هيقل. تمام. طب انا اللي بوزع الدم الى الرئه، والرئه كمان قالت له انا ضغطي كمان هيقل، بريشر فوق قل. طب ما دام البريشر جوه الرئه كمان هيقل عند البلورا، يبقى ازاي البالمونري فينز هتستقبل الدم؟ لازم الدم يتحرك من هاي للو، اللي فوق ضغطه قليل لان الكاباسيتي بتاعته بقت اعلى، الضغط نيجاتيف اقل من الضغط الجوي الخارجي. علشان كده تعال اقول لك الخطوه الثالثه اللي هيحصل، ما بما اني قل الدلتا بي بين البلورال فينس بريشر والبالمونري فينز، يبقى هيقل الاند دايستوليك فوليوم، الليفت اتريوم مش هيملى كفايه، وبالتالي ليفت فينتريكل كمان هيتاثر. يبقى النقطه الخامسه هيقل ستروك فوليوم. يبقى النقطه السادسه يقل كاردياك اوت بوت. كل ده بيقل، والكاردياك اوت بوت اذا قل يبقى الدم اللي رايح للأورطة أصبح أقل، ضغط الدم هيقل. كلام ده ماشي بترتيب منطقي للأحداث. طب يا دكتور لو حبيت أقول expiration أخرج الهواء، وانت بتخرج الهواء من اللنج للأتموسفير لازم البريشر جوه الألفيولاي يكون أعلى من بره، وما دام البريشر هنا عالي يبقى البريشر في السوركس اعلى، يبقى البلورال فينز اللي حواليا ضغطها كمان هيزيد، وما دام زاد عن البالمونري فينز هيزيد البريشر جريدينت، فيملى الليفت اتريوم، يزيد الاند دايستوليك فوليوم، فيزيد الستروك فوليوم، فيزيد كاردياك اوت بوت، فيزيد حجم الدم اللي داخل في الاورطه، فضغط الدم هيعلى. يبقى انا عندي 8 فيسيولوجيكال فاكتورز افكتنج ارتيريال بلاد بريشر. ده العنوان الثاني بالنسبه لي. العنوان الثالث مش هنشرحه في فيديو النظري لان انا عملته كتجربة عملي في القناة، هو measurement of arterial pressure، طريقة قياس ضغط الدم. هتعرف ان في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة، وازاي هنقيس الضغط، هل بالسماعة على طول ولا الاول نحس بداية السيستول مع كل التفاصيل. يبقى ده هنلاقيه في فيديو العملي في القناة. طيب يبقى دي النقطة
الثالثة، النقطة الرابعة، عنوان الرابع هو ده مهم قوي، ايه اللي بيحدد ضغط الدم؟ او بمعنى اخر، معادلة ضغط الدم اتحسبت ازاي؟ عشان نفهم هذا الكلام انا عايزك تتخيل معايا ان ده هو الاورطة الكبير. دايما الاورطة او المين ارتري بيوزع الدم الى ارتريز اصغر وارتريز اصغر اكتر واكتر، ودي انا بقى باجي اسميها اهي للارتريز الصغيرة قوي دي ارتريول، شرايين اصغر، دي هنتكلم عليها بالتفاصيل النهاردة. وبعد كده الارتريول بيوزع الدم الى الكابيلرز، وادي البورز فتحات الكابيلرز، والكابيلرز تدي للفين، ادي الفين بتاعي تمام، ثم الفين يطلع الدم لفوق الى الرايت اتريوم، الشكل اللي احنا عارفينه من ايام زمان من المدرسة. طيب فين المعادلة دلوقتي؟ المعادلة ان البداية، بداية التوزيع جاية من الاورطة، وان نهاية التوزيع رايحة للرايت اتريوم. بدأت اورطة، انتهيت رايت اتريوم. هتقول لي ماشي، يعني يا دكتور ما بين الاتنين هو ده الدلتا بي، هو ده فارق الضغط بين العالي اورطة والاقل رايت اتر. تعال افكرك بالمعادلة الشهيرة بتاعت امزلو، الفلو يساوي دلتا بي على ريزيستنس. طب انا عايز النهاردة اتكلم على البي، على البريشر، يبقى تعالوا نثبتها. يبقى اذا دلتا بي يساوي الفلو تايمز الريزيستنس. طب هو الدلتا بي كان مين؟ كان متوسط ضغط الدم في الاورطة اهو، ماينس رايت اتريال بريشر. يعني الدلتا بي عندي هو الجزء ده، كلنا عارفين ده كده، بس خلي بالك الرايت اتريال بريشر يساوي زيرو. فاكر السنترال فينس بريشر اللي هو بريشر في الرايت اتريوم والفينا كيفا والسوركس كان صفر. طب طالما صفر يبقى هشيل ماينس الرايت اتريال بريشر، يبقى الدلتا بي تساوي فقط مين ارتيريال بريشر اهو، هو ده المين ارتيريال. طب يا دكتور يعني ايه فلو؟ الفلو هو الدم اللي داخل الاورطة، اللي داخل هو الدم اللي داخل الاورطة بيكون جاي منين؟ طبعا جاي من الهارت نفسه. يبقى الفلو اللي داخل الاورطة هو اللي خارج من القلب. ايه ده؟ هو اللي خارج يعني هو كاردياك اوت بوت. يبقى على الرغم ان اسمه اوت بوت خارج من الهارت، لكن يمثل الان فلو اللي داخل جوه الاورطة، انا اللي داخل في الاورطة. فبدل ما تقول لي اف قول لي يساوي كاردياك اوت بوت، يبقى الاف انا عوضت عنها بسي او بي تمام. طيب هو مين الار؟ تعالوا نشوف الاورطة اهي عايزة توزع الدم الى التيشوز. هو فين التيشوز اللي بيتبادل مع الكابيلاري؟ اهو الكابيلاري بتدي للتيشو اكسجين وبتاخد منه كربون دايوكسيد. طب ما قبل ما نوزع لازم نمشي في الممر الضيق ده
اللي اسمه آرتريول. الممر الضيق بيبقى فيه سموث ماسلز موجوده في الوول بتاعته اللي برسمها بالاسود، البطانه بتاعته فيها عضلات قويه عامله زي المحبس، محبس الدم بالظبط، زي المحبس اللي عندنا في البيت نقفله او نفتحه، احنا اللي بنتحكم في الميه. هنا الارتريول قال انا افتح واقفل، انا بتحكم في مرور الدم من الاورطة للكابيلاري ثم الى التيشو. ايه ده؟ هو الدم بيسيب الاورطة اثناء سيستول ولا دايستول؟ تقول لي طبعا اثناء الدايستول، يبقى الاورطة هي اللي بتتحكم في الدايستوليك بريشر يزيد ولا يقل. تقول لي ماشي، يعني الار دي ريزيستنس هي الارتريول، لان الارتريول لو ضاق هيقلل الفلو ولو فتح هيزود الفلو. بس خلي بالك انت عندك ارتريولز كتيره جدا، كل الفيسلز بتاعتنا او سيركيوليشن هتلاقي ارتري، ارتريول، كابيلاري، فينيول، فين. يبقى اذا انا بتكلم على ريزيستنس لكل الاطراف، ايديا ورجليا فيهم ارتريولز. قالوا يبقى الار دي تمثل ايه؟ الكلي. تي بي ار يعني ايه؟ تي يعني توتال الكلية، والبي بريفيرال الطرفية، بنتكلم على مجموع المقاومة في ايديك ورجليك، توتال بريفيرال ريزيستنس اللي يتحكم فيها هو الارتريول. يبقى الطالب الشاطر خد باله من حاجة، ان المين ارتيريال بريشر يساوي كاردياك اوت بوت، والكاردياك اوت بوت هنعرف كلام عنها دلوقتي، بيتحكم فيها السيستول، والريزيستنس يتحكم فيه الدايستول. علشان كده اقول لك على حاجه، هنكتب المعادله دلوقتي النهائيه وهنقدر من خلالها نحدد الديترماينانس بتاعتنا، يعني كاردياك اوت بوت وتوتال بريفرال ريزيستنس. طبعا اي طالب بيبص دلوقتي معايا على المعادله يقول لي يا دكتور الضغط الدم كمتوسط هيتحدد بتو فاكتورز بس. اقول له لا، هيتحدد بخمسه فاكتورز. هتستغرب، انتظر قليلا حتى نهاية الفيديو وهتعرف الخمسة جم منين. بس في الأول هتكلم على الكاردياك أوتبوت. الكاردياك أوتبوت لو حبينا نتكلم على القانون بتاعه، هارت ريت تايمز ستروك فوليوم، وده اللي احنا قلناه في فيديو كاردياك أوتبوت. عايز أتكلم دلوقتي على تأثير الستروك فوليوم على الكاردياك اوتبوت، وبالتالي على المين ارتيريال بريشر. فبصوا هنيجي نعملها بشكل بسيط، هنمسك كل اطراف المعادله ونتكلم عليهم. هو الستروك فوليوم ده ايه؟ الفوليوم اوف بلاد ايجكتد في الدقه الواحده. طب ايجكتد يعني خرج 70% ماكسيمم ايجكشن و 30% في الريديوست او مينيمم ايجكشن، زي ما قلت في الكاردياك سايكل. يعني الستروك يحدد ديتكت السيستوليك بريشر، هو اللي بيحدد السيستول، لان الايجكشن ده جزء من
السيستوليك بريشر. كده احنا معاك كلام عادي جدا اهو، لان كل ما يزيد الستروك هيزيد السي او بي فيزيد المين ارتيريال بريشر. ماشي. طب عايز اتكلم بقى على الهارت ريت. خلي بالك كل ما يزيد الهارت ريت ده معناه ايه؟ التايم اوف فيلينج هيقل. تقول لي اه الفيلينج يا دكتور بيقل قوي، طب ولما الفيلينج بيقل ايه اللي يحصل؟ هيقل الاند دايستوليك فوليوم، ولكن هيزيد الاند دايستوليك بريشر. مش فاهم. تخيل انا كهارت اهو عايز املى، بس انا مش عارف املى، الهارت ريت زياده، الشويه اللي انا اخدتهم خلي بالك زودوا البريشر على الوول، اللي انا اخدتهم في الفيلنج زودوا الضغط على الوول. ما هو انا لو لحقت املى الفوليوم هيتوزع في مساحه اكبر فيقل البريشر اثناء الدايستول. ده الطبيعي، دايما الدايستول ضغطه قليل. ليه؟ لان الفنتريكل بيوسع ككومبلاينس فيملى فالضغط يقل. فهنا الهارت ريت لما زاد زود الدايستوليك بريشر. هنا انا عندي سؤالين، زياده الدايستوليك بريشر عملت ايه بالنسبه للمين ارتيريال بريشر؟ الطالب الشاطر يقول لي المين ارتيريال بريشر انت لسه قايل القانون يساوي تلت البالس بريشر زائد الدايستول. ده النقطه الاساسيه اللي قلناها. طيب لما انا ازود الدايستوليك بريشر هنا حصل ايه في الماب؟ هيزيد. علاقه طرديه ما بيننا من خلال المعادله. طب السؤال الثاني، لما يزيد الدايستوليك بريشر تتوقع يحصل ايه في البالس بريشر؟ افكرك البالس بريشر كان السيستول ماينس الدايستول، انت هنا زودت الدي الدايستول اللي بعد الماينس، يبقى البالس بريشر هيقل. الموضوع مش حفظ، قوانين فهمناها وبنطبقها. لما يزيد الهارت ريت هيزيد الدايستوليك بريشر، فبالتالي هيزيد المين ارتيريال بريشر، ولكن هيقل البالس بريشر. دي البدايه بالنسبه لي في الكاردياك اوتبوت. خلي بالك ان السيستوليك بريشر بيتحدد بالإلاستيسيتي اوف الأورطة، وهنقولها دلوقتي. يعني السيستوليك يتحدد بحاجتين، ستروك فوليوم، قوة القلب في الضربة الواحدة، ومرونة الأرتريز. تمام. طب نتكلم على التوتال بريفرال ريزيستنس. انت قلت لي ده مجموع المقاومة في كل الفيسلز، لكن يا دكتور عندنا سؤال، هو ريزيستنس يعتمد على ايه؟ في البداية ريزيستنس معناها مقاومة مرور الدم، بمعنى البلد وهو داخل في الفيسل وول في فريكشن، احتكاك بين جزيئاته. اهو دم وهو داخل بيبقى في احتكاك بين الموليكولز وبعض، وكمان في فريكشن ما بين الفيسل وول وجزيئات الدم. اهي انا عندي احتكاك ما بين الموليكولز وبعض، او الموليكولز اوف بلاد والفيسل وول. طيب مين اللي حدد التوتال بريفرال ريزيستنس؟ تعالى افكرك بحاجه مهمه قوي.
التوتال بيريفرال ريزيستنس اللي اتكلم عليها هو بوازييه لو، هو البوازييه. هنيجي نتكلم عليها دلوقتي بالتفاصيل. البوازييه ده انا قلته في فيديوهات المقدمه قبل كده في الانترودكشن البايوفيزيكس في القناه، قال ان الريزيستنس يتناسب دايركت او طرديا مع حاجتين. هو بيتكلم على اي ريزيستنس، اللينس تايمز الفيسكوزيتي على راديوس تو ذا باور 4. ده الكلام اللي اتقال. ايه ال ال ده؟ هو اللينس اوف ذا فيسل، طول الفيسل. كل ما الفيسل يبقى اطول كل ما يزيد السيرفس اريا اوف فريكشن. وهنا العامل شبه الان ده هو الفيسكوزيتي، وده شيء طبيعي. تخيل الفيسل اهو الضيق، ادي النارو بارت، ده الجزء الضيق اهو، دخل البلد ما دخلش لامينر في خطوط مستقيمه، الحته دي فيها ضيق، عشان كده يحصل ايه؟ ضغط جانبي على الوول. وكل ما الدم داخل في احتكاك اعلى لانه ضيق، الفيسكوزيتي بتزيد ومقاومه مرور الدم ده بتبقى اكتر. بس خلي بالك من نقطه، ان الار اللي تحت هو الريديوس، الار سمول، هناك علاقه عكسيه بين الريزيستنس والريديوس، بس راديوس تو ذا باور 4. ده مهم، خلي بالك الكلام ده بيجي كتير كاسئله. يقول لك ايه؟ لو قل الراديوس مرتين يزيد الريزيستنس كام؟ تروح انت قايل 2 تو ذا باور 4، يعني 16 مره. ده مهم قوي. في ملاحظه لازم اخد بالي منها كويس، انه الحاجات دي الفاكتورز دي ثابته، اللينس والفيسكوزيتي كونستانت فاكتورز، عمره ما بيتغير طول الفيسل ولا الفيسكوزيتي ما بتتغيرش، لكن اللي بيتغير هو الراديوس، اضيق الفيسل ولا وسعه، ده الفاريبل فاكتور بتاعتي. هنا انا عندي سؤال يا دكتور، التوتال بيريفرال ريزيستنس اللي يتحكم فيها ارتريول، لسه موضحين الرسمه، الارتريول يحدد حجم الدم اللي هيسيب الاورطه قد ايه، يعني هو اللي بيحدد الدايستوليك بريشر كام. علشان كده السؤال المهم، دايستوليك بريشر يتحدد بايه؟ بثلاث حاجات. قلنا حاجه، اول حاجه يتحدد بالتوتال بيريفرال ريزيستنس اللي السبب فيها ارتريول، ويتحدد كمان بالاورتيك فالف. لو انا عندي اورتيك انكومبتنس، الدم بيسيب الأورطة ويرجع إلى الفنتريكل، بالإضافة الدم يسيب الأورطة ويروح للتيشوز، ينهار الدايستوليك بريشر أكتر وأكتر. قلتها في فيديو البلس مع الووتر هامر بلس، ده الحاجة التانية. والحاجة التالتة اللي تحدد الدايستوليك هو الإلاستيسيتي، وده مهم قوي. هتقول لي طب يا دكتور ليه مهم؟ اقول لك حاجة بسيطة جدا، الدم بيسيب الأورطة ويروح للتيشوز، فيقل الضغط في الأورطة من 120 إلى 80. طب أنا مش عاوز البريشر في الأورطة وقت الدايستول يقل عن 80، علشان كده ربنا حط في الاورطه
إلاستيك ريكويل، مرونة، مرونة الألياف اللي في الوول بتاعه. يعني إيه؟ تعالى نتخيل، آدي الأورطة عندي، الدم عمال يسيب الأورطة ويروح للتيشوس. ربنا يجي يعمل الفكرة العظيمة دي، يروح عامل إلاستيك ريكويل. أهو الإلاستيك فايبرز فوق وتحت باللون الأزرق تقرب من بعض، كأنك بتعصر نفسك. بعصر نفسي ليه؟ عشان أقلل الدم اللي خارج. عاوز أحافظ على الدايستوليك بريشر عند 80. فايدة الإلاستيسيتي مهمة قوي، عايز الدايستوليك ما يوطاش عن 80، وفي نفس الوقت الإلاستيك ريكويل يعمل العكس. ما هو المرونة، يعني الكلام ده أثناء مين؟ دايستول، أثناء الدي. بص بقى، طب وأثناء السيستول؟ ادي الأورطة دخل فيها البلد من الهارت، تعمل ايه؟ عايزة توسع. طب ليه يا دكتور توسع؟ وعملها لك بالمنقطة اهي. ليه الوول اوف أورطة عايز يعمل اكسباندابيليتي، اتساع؟ ليه؟ علشان يقلل السيستوليك بريشر جواه، مش عاوزه يعلى عن كده، قصده يقلل الجديد. السيستوليك وصل لكام؟ ل120. يبقى فايدة الإلاستيك ريكويل حاجتين، ده وقت السيستول، إن في السيستول ما يزيدش عن كده، وفي الدايستول ما يقلش عن 80. ودي العظمة اللي ربنا عملها. علشان كده في الأسرو سكليروزس هنلاقي تغيير. يعني ايه؟ اللي عنده تصلب شريان، كوليسترول متجمع في الوول، فالإلاستيك فايبرز ما اشتغلتش في الأورطة، فما وسعتش، فالسيستول بقى زايد قوي اهو. يعني اللي عنده أسرو سكليروزس زاد السيستول. طب وقت الدايستول؟ ما هو برضو ما عندوش إلاستيك ريكويل، فالدم عمال يسيب الأورطة للتيشوس، عمال يخرج، ما عندوش قدرة يوقف تسريب هذا الدم، فالدايستول عنده عمال بيقل. سيستول عالي قوي والدايستول قليل قوي. انا بتكلم على اثيرو سكليروزس، وده التفسير اللي حصل. لما اجي اشوف الفرق ما بينهم في البالس بريشر، حاجه عاليه قوي سيستول، ماينس حاجه قلت قوي دايستول، يبقى زاد جدا جدا البالس بريشر عندك. يبقى دلوقتي أهمية الإلاستيك ريكويل عالية أوي. على فكرة الإلاستيك ريكويل ليها اسم، اسمها فينكسل فانكشن. اوعى تنطقها غلط وتقولي ويند كسل، لا، ويند تقولي رياح وكسل مش عارف يعني ايه، لا، فينكسل دي كلمة ألماني معناها إلاستيك ريكويل، فادتني وقت السيستول ووقت الدايستول. خلي بالك ان الإلاستيسيتي دي مش هي ديترمينانت مهم للأرتيريال بلاد بريشر، ولكن محدد هام للبالس بريشر، ده مهم قوي. طب نرجع لموضوعنا، انت كده اتكلمت على اتنين ديترمينانت، كاردياك اوتبوت، هارت ريت، ستروك فوليوم، وشفت انعكاساته على متوسط ضغط الدم. اتكلمنا على التوتال بيريفرال ريزيستنس، انت لسه قايل ان هم خمسه
ديترمايند. فين الخمسة أو التلاتة اللي باقيين؟ أقول لك على حاجة، هو دلوقتي مين اللي بيحدد الكاردياك أوت بوت؟ هتقول لي الفينس ريتيرن، وده اللي احنا قلناه قبل كده أهو. كل ما يزيد الفينس ريتيرن هيزيد الكاردياك أوت بوت. حتى عملنا آخر مرة بكيرف فينس ريتيرن وكاردياك أوت بوت في مواجهة الرايت اتريال بريشر. طيب والفينس ريتيرن يتحدد بإيه؟ تقول لي بالفرق بين المين سيستميك فيلينج بريشر ناقص سنترال فينس بريشر. فاكر لما قلت لك ان الفينس ريتيرن هو الفلو يساوي دلتا بي على الار على الفينس ريزيستنس، كلامنا بتاع زمان. طيب اسال سؤال تاني، بص انا سالت ايه، مين اللي حدده؟ قلت لي فينس ريتيرن. طيب ومين اللي يحدد الفينس ريتيرن؟ قلت لي دلتا بي اللي هو فرق الضغط. تمام، طب هسال السؤال التالت، ومين اللي يحدد المين سيستميك فيلينج بريشر؟ هتقول لي تو فاكتورز. اهو التو فاكتورز دول هما اتنين ديترمايننت لضغط الدم. شوف الموضوع ماشي، مين حدد مين؟ طب ومين حدد الريتيرن؟ الام اس اف بي لو عالي هيرجع دم اكتر للرايت اتريوم. طب مين اللي حدده؟ بلاد فوليوم، وده مهم، والتاني هو الكاباسيتي او السعه. الاتنين دول يحددوا متوسط ضغط الدم في الفين. فاكر اللي انا قلت يساوي سبعة، قلتها في الفيديو اللي فات، ده اللي يحدد يزيد ولا يقل. بمعنى لو زاد البلاد فوليوم، تعال نقولها بالعكس، يبقى هيزيد الافريج بريشر، ده يبقى هيزيد الفينس ريتر كاردياك اوتبوت مين ارتيريال بريشر. طيب والكاباسيتي، تعالوا نفكر، انت عايز الضغط ده يعلى؟ تقول لي اه، يبقى لازم الفين يضيق. دايما القاعدة الأساسية علشان البريشر يزيد املى اكبر فوليوم في اقل مساحة ممكنة، يبقى لازم الكاباسيتي تقل، ده الأساسي عندي. طب لو انا عاوز العكس، عاوز اقلل متوسط ضغط الدم، يبقى لازم الفوليوم تقل. تقل يبقى هيموريدج، اي النزيف، طفق الدم كتير، والكاباسيتي تحصل لها ايه؟ فازو دايلاتيش، وسع الفيسل قوي. فلما توسع الفيسل بالشكل الكبير ده يبقى مفيش بريشر على الوول. طب يا دكتور ازاي الفيسل يوسع لو في الرجي او حساسية؟ مادة الهستامين اللي تعمل الالرجي هي اللي بتوسع البلاد فيسلز، ولما البلاد فيسل بيوسع قوي ضغط الدم بيقل، وبالتالي توزيع البلاد الى التيشو هيقل. فاقد الشيء لا يعطيه، دايما الفلو يعتمد على بريشر جريدينت، فتدخل الأنسجة في صدمة، فين البلاد بتاعنا؟ فسميناها هيستامين شوك. اي الهيستامين اللي وسع الفيسل وقلل الضغط فقل الفلو اللي رايح للتيشو فدخلت في صدمة، فنقول ادي السبب هيستامين، والشوك هو النتيجة. يبقى احنا كده قدرنا نعرف ازاي الاتنين دول ديترمايننت في الام اس اف بي، اللي يحدد الفينس ريتير،
ايه اللي يحدد الكاردياك اوتبوت؟ لان كل ما يزيد الريتيرن يزيد الاند دايستوليك فوليوم، فيزيد الستروك فوليوم، فيزيد كاردياك اوتبوت. ده مهم جدا. ده حتى كمان بشكل اسهل من كده، الكاردياك اوتبوت يعتمد على ايه؟ فوليوم اوف بلاد ايجكتد باي فنتريكل بير مينيت. يبقى الاساس هو بلاد فوليوم. طيب فين الفاكتور الخامس بقى؟ الفاكتور الخامس الاستيسيتي، تساهم بدور ولكن ليست المين ديترمينانت. هتقولي طب والالاستيسيتي فين؟ المين ارتيريال بريشر دايما الكتب تقول لك ايه؟ يتناسب مع كاردياك اوتبوت تايمز توتال بريفرال ريزيستنس. اهو يتناسب، ده هو الالاستيسيتي، هو الكونستانت فاكتور بتاعي. تمام كده، كلام جميل قوي. طيب البالس بريشر مين اللي يحدده؟ تعالوا نقول العنوان الاخير في هذا الفيديو. كده عرفت اللي يحدد الارتيريال بريشر خمسة، سي او بي، تي بي ار، واللي يحدد السي او بي هو بلاد فوليوم وكاباسيتي بشكل غير مباشر، والاستيستي ككونستانت فاكتور. اخر جزئية في الفيديو هنتكلم على ديترماينانس اوف بالس بريشر. ايه هو اللي يحدد البالس بريشر؟ تعالوا نفكر بشكل بسيط قوي. بالس بريشر سيستول ماينس دايستول. كاني بقول لك قول لي مين اللي يحدد السيستول ومين اللي يحدد الدايستول. خلي بالك السيستول يتحدد بستروك فوليوم وده قلناه، واللي يحدد كمان السيستول هو الإلاستيسيتي طبعا، المرونة. فاكر الإلاستيك ريكويل هو اللي بيساعد الأورطة انه يوسع expand علشان ما يزيدش السيستول